كان لمدينة تعز في الأيام الماضية لون آخر أبرز العديد من المشاريع لسيدات الأعمال تزامنا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال في معرض شاركت فيه العديد من السيدات بمشاريعهم التي أبدت كمية الإبداع لدى المرأة التعزية. طبعا إحنا النساء خرجنا بسبب الظروف المادية وبسبب وضع الحرب وبسبب الأسعار، فاضطرينا إنه كل واحدة تعمل له مشغل خاص في بيت عيل أسرته وتفيد المجتمع ولا تكون عالة على الغير. مشروعي بدأ بمعمل خياطة، والآن توسعنا في المعمل إلى معرض لبيع الملابس وتوزيع الملابس إلى السوق، إلى المراكز التجارية والمحلات التجارية، كما أننا الآن بدأنا بفتح قسم الطباعة، تطريز على القماش، طباعة حرارية. احتوى المعرض على أكثر من 25 مشروعا من مشاريع رائدات سيدات الأعمال، والذي احتضنته الجمعية الخيرية للأسر المنتجة التابعة لهائل سعيد أنعام وشركاء بالتعاون مع سيدات الأعمال في الغرفة التجارية كبادرة حملت إبراز ما تمتلكه المرأة التعزية من إبداع. اليوم نحتفي في فعالية الأسبوع العالمي لريادة الأعمال 2022 محافظة تعز. تحتضن هذه الفعالية الجمعية الخيرية للأسر المنتجة تابع لهائل سعيد أنعم وشركائه. الفعالية كانت منسقة مع الغرفة التجارية وإدارة سيدات الأعمال باحتضان 25 مشروع من رائدات سيدات الأعمال. في ظل الظروف التي تعيشها محافظة تعز وجدنا هناك نهضات مشاريع ريادية نفتخر بها بهذا اليوم العالمي. هنا من هذا المنبر ومن هذا المكان سيكون هناك انطلاقات أخرى لهذه المشاريع، وإن شاء الله نحو التقدم إلى الأمام بمشيئة الله. من ضمن الأعمال بدينا يعني حاجة بسيطة، بدينا بفساتين أطفال، روبوت صلاة. بعدين مع الاستمرار مع العمل ودخلنا أيادي عاملة، فالحمد لله وصلنا الآن إلى فساتين الأعراس وفساتين المناسبات والسهرات الكبيرة. نتمنى المزيد من الدعم كي نتوسع أكثر وننطلق خارج مدينة تعز إن شاء الله، وننفع ونقوم بنفع المجتمع المحلي، ونخرج إن شاء الله بفضل الله وبفضل المانحين إن شاء الله سنصل إلى أننا نصدر إلى خارج الدول. أظهر المعرض القدرات التي تمتلكها النساء على خلق الإبداع وتمكنها من التغلب على الظروف التي جعلت منها المعيل الوحيد لأسرتها، ومكنتها من التقدم في مشاريعها الصغيرة بخطوات رفعت من مستوى المشاريع لتصبح اليوم منافسة للمنتجات الخارجية.